تربيتي والبيت اللي انا طلعت منه، ابويا دايما كان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فانا يعني الكلمه مسمعها حتى من وانا عيل صغير، لما مثلا يبقى في حاجه فيها لكجيريس قوي او رفاهيه، تلاقي دايما ابويا يقول الكلمه دي. فانا نظرتي للحياه هي زي ما هي، ما اتصدمتش في حد لما تعبت وكنت فاكر ان حد هيبقى كويس وطلع وحش، لان انا طول الوقت عامل مسافات ما بيني وما بين الناس. انا مش شخص، انا شخص بعمل ثلاث حاجات في يومي المقربين عارفينهم، بروح الجيم، بتمرن، بشتغل الراديو، بشتغل التلفزيون، ويومي اتقفل على كده. ما عنديش حاجه تانية بعملها وما بحبش اعمل حاجه تانية غير كده. فانا على المستوى الاجتماعي مش منتشر قوي في الوسط. فانا عامل دايما مسافات ما بيني وما بين الناس، لا بعشم في حد ولا بخلي حد يعشم فيه. انا لا بحب العتاب ولا بحب اعاتب حد ولا بحب حد يعاتبني. فتقول لي خرجت من مين بالبتاع، طلعت من مين بالبتاع، اقول لك حاجه واحده بس، انه فضل ربنا عليا انه نجاني من الموضوع ده. ايه اصعب حلقه عملتها وايه السبب؟ والله بص، لا انت ما تقدرش تقول على حلقه صعبه الا بتوقيت. بس انا هقول لك على حاجه، هي في حلقه كانت نفسيا صعبه بالنسبه لي، ساعة وقعة الدفاع الجوي واستشهاد جماهير الزمالك. الموضوع ده كان صعب جدا جدا عليا، انا مش ناسي، كنت في 2014، وانا من النوع اللي دايما قبل الهوى ما حد يقول لي هو انت هتقول ايه، هو احنا انا ما بعرفش انا هقول ايه، انا ببقى راسم الخطوط العريضه اللي انا هتكلم فيها. فكان في حاله قلق كبيره جدا جدا، الاعصاب مشدوده والناس قلقانه والقناه مشدوده، الناس بقوا يكلموني يسالوني طب انت هتعمل ايه، هتتعامل مع الموقف ازاي. انا كنت داخل وانا متعود دايما، انا بحب فكره او الجمله دايما اللي بستخدمها، عصر المذيع البلاستيك انتهى، يا اما هنتفاعل مع الناس يا اما ما نبقاش موجودين. فدي كانت حلقه صعبه للظروف الانسانيه اللي حصلت، لاستشهاد جماهير الزمالك وقتها، فكانت صعبه جدا جدا عليا. طبعا في حلقات انا مع، يعني لو انت هتسالني مقارنه، عشان الناس هتقول لك طب وانت بالنسبه لك الحلقه دي كانت صعبه وحلقه الجمهور الاهلي ما كانتش صعبه، ما كنتش ساعتها مذيع مستقل، يعني ما كانش عندي برنامج بقدر اقول فيه رايي. بس طبعا من اللحظات الحزينه جدا جدا الصادمه بالنسبه لي، يعني يمكن دي اكتر مره عيطت فيها. ايه اكتر حلقه عملتها وخرجت من الاستوديو وانت طاير في السماء؟ لسه ما جاتش. انا بالنسبه لي الحلقه الحلوه خلصت ولسه ما جاتش، يعني فاهم الفكره عامله ازاي؟ ما بشوفهاش، ما بلحقهاش. احنا دايما اقول احنا بنشتغل كل يوم، فكل يوم انت محتاج تعمل احسن حاجه، عشان احسن حاجه الناس لازم تشوفها كل يوم. بالنسبه لي لسه احسن حلقه لسه ما جاتش. ايه اكتر موقف محرج حصل لك على الهواء؟ مره كنت في قناه من القنوات والنور قطع علينا في مدينه الانتاج. ودي عمرها ما حصلت. قطع ازاي؟ النور قطع في مدينه الانتاج كلها، ودي عمرها ما حصلت، وكنت في استوديو تحليلي، فالنور قطع، فالناس بتشافى بعضها في الاستوديو. فانا رحت مشاور للمحللين اللي كانوا موجودين وقتها، وشاورت لهم ان هم يكملوا، وفضلنا مكملين. انا مش هرسك، انا ما اعرفش انا تحت ولا انا فوق الهواء ولا تحت، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. دروب اول مره يحصل واخر مره يحصل، هو حصل مره ما حصلش قبل كده، عمر ما في كهرباء قطعت على مدينه الانتاج الاعلامي، بس ده حصل والله. فخليتهم يكملوا كلام عادي، وفعلا فضلنا مكملين، انا مش عارف انا فوق ولا تحت، ولا رجعت الكهرباء واحنا شغالين. فانا الموقف ده انا ما اعرفش الناس ممكن تكون عرفت القصه دي ولا ما عرفتش، بس انا مره احكيها. كنت في دي ام سي وقتها، في دي ام سي سبورتس، يعني ما كانش بعيد الكلام ده. انا في دي ام سي كنت في الوزن يعني 2016 2018 18 يمكن كمان مطلع 19. فطبعا لا يعني ما موقف صعبه جدا يعني، بس اتعاملت فيها عادي يعني بتلقائيه عشان الدنيا تعدي.